نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيريا بنقابة المعلمين بمدينة أسوان لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعلن الحضور تأييدهم ودعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات والنجاحات التي بدأها، مؤكدين أن شعار المرحلة المقبلة معا نحمي وطننا ونبنيه ونختار له الرئيس السيسي ونثق فيه. مؤتمر اولا ردا للجميل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا اولا عبد الفتاح السيسي ده هبه من هبات الله لمصر في هذا التوقيت بالذات. نعرف المنطقه، منطقه الشرق الاوسط واللي بيحاك ليها وقت عصيب جدا. يمكن ربنا سنه 2014 بعت هذا الرجل لانقاذ مصر من الصفقه المشبوهه ومن من المؤامرات التي كانت تحاك بالمنطقه. احنا هنا من اسوان بنقول نعم للتطوير، نعم للتنميه، نعم لمصر للامان ان شاء الله. احنا النهارده لازم نوقف في ظهر مصر. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحاول وعمل كتير ولسه هيعمل كتير، لازم نكمل معاه ولازم نبقى ايدينا في ايديه.